تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله من ضيعت الحاج الميلودي الناظر اللهم بارك. تحيه لخويا عبد الرزاق تبارك الله الخيرات موجوده اخويا عبد الرزاق الله يا ودي ما شاء الله خلي لك بحرك زيد تبارك الله ما شاء الله مقسمين اخويا محمد ياك مقسمين الكواره باش نبقى نفسه شويه وتبقى واخد الراحه ديالها كدير بخير الله يحفظك خويا محمد نهار كبير هذا الله يا ودي راك عزيز على المغاربه والحمد لله الحمد لله مثال للشاب المغربي الطموح والكساب الصامت الحمد لله مرحبا بنا عندك ومرحبا بنا مرحبا بك اخويا محمد لك حتى للمشاهدين للمتابعين ديالنا مرحبا ونهار غليظ هذا تبارك الله ما شاء الله زين اخويا محمد الله يحفظك شنا فيه تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله اخويا عبد الرزاق اخويا محمد هذه خيرات كثيره اخويا عبد الرزاق الحمد لله اخويا قلت لك يعني احنا جد فخورين انك كتمثل المنطقه ديالني مسكين وانك مسكيني غيور على السلاله سي عبد الرزاق قبل ما نبداو غنعطي واحد التعريف بني مسكين يعني فيها مجموعه من المدارس ديال السردي كاينين عائلات كبار هنايا كينشطوا كالدحوحيين كالخليل كالسلمانيين كالتاغيين كابناء الريضة ومجموعه من الكسابه اللي نسيناهم كنسمحوا لي كيسمحوا لينا الكسابه كاملين حنا الحمد لله عندنا معهم علاقه زينه وكاع الكسابه مثل المغرب الحمد لله حنا ملي تنشوفوا الخير عند الكسابه راه تنفرحوا اها انتم كعائله هي عائله النازي عائلة النازي يعني مشهورة ومعروفة بالسردي منذ زمان قبل ما نزيد انا سكت الوالد ديالي دخل لانوك وعنده سلالة سردي يعني قبل ما نزيد انا قبل ما تزيد الوالد انا دخل لانوك يعني هادشي من الناس اللي مؤسسين ديال لانوك الوالد ديالي من الناس المؤسسين ديال لانوك الوالد ديالك من دخل مع الناس من الاوائل اللي مخاطئين في لانوك تبارك الله ما شاء الله كما تنقولوا حنا الجدر ديال السردي كاين هنا الجدر ديال السردي تبارك الله سي عبد الرزاق هذه خيرات العيد شحال كنتو موجدين للعيد هذا العام سي عبد الرزاق؟ العيد اخويا محمد كان شي 700 700 وازيد من 700 ولكن الخير تباع هي تتباع ومازال الخير باقي اها يعني راه قبل ما نهضروا على هاد نديروا هاد الفيديو قلت لي بانه تباعت تقريبا فيت النص فيت النص كلها يعني معزوله في بلاصه اخرى تبارك الله ما شاء الله الفحال هاد العام حنا السلعه عندنا عليها طلب كثير ديال الفحال اها هذا هو اللي كاين اشنو السر في هاد في هاد ان الناس باغيين يفحلوا من عندكم اخويا السر شنو هو اخويا محمد هي الغنم مشمشة صحيحه تيديوها الناس اللي تيديو الفحله ما تيراجعوش لهم الله وتيخدموا معاهم مزيان فهمتي هذا هو اللي كاين اها اخويا عبد الرزاق دائما وابدا المغاربه حنا كناخذوا يعني الافكار ديالهم وكنسمعوا من عندهم كيقولوا لنا بان النازي مازال يعني محافظين على الطريقه البدائيه الطريقه القديمه الطريقه اللي عهدنا الطريقه اللي عهدنا عليها الجدود ديالنا هي السقي محافظين اخويا محمد على طريقه تقليديه وطريقه اللي كانوا والدينا خدموا عليها النهار الاول ولكن بالنسبه للغلم اللي مربعه وغلم طبيعيه وغلم تتسرح واش تدخلها واحد شهرين ولا شهر ونص عاده تتعلف الانسان ملي تيجي تيدي واحد الحولي ديال العيد شنو تيسيبو مزيان كاليتي ديال اللحم ديال الجوده تكون طالعه مزيان اها يعني الجوده معروفه عندكم الجوده طالعه طالعه الجوده راه طالعه وراك حتى شتي الناس اللي مقدمين عندنا وهذه وراك شتي اش قالوا لك تبارك الله نرجعوا عندك اخويا عبد الرزاق اذا كما كتشوفوا معايا تبارك الله هذه الخيرات كلها تبارك الله موجهه للعيد من ضيعه اللي قلت لكم يعني ضيعه نموذجيه ضيعه ملكيه سي عبد الرزاق انتم كتواجدوا فين بالضبط؟ حنا كنتواجدوا في البروج بني مسكين خارجين على البروج ب 10 كيلومتر ولاد عامر نوانه ولاد عامر نوانه اللي وصل البروج يسول على ولاد عامر نوانه طريق اسفل الشافعي اها المرق المسيره طريق سد المسيره طريق سد المسيره المرقد اللي عندكم اخويا عبد الرزاق كيلعب دور كبير انا بطبيعة الحال فاش كيعاونكم المرقد؟ المرقد كيعاون في الصح ديال الغلم في الجوده في الصح ديالها الغلم صحيحه فهمتي انا من ناحيه التوكشي تبارك الله البياض تبارك الله هذه اللي شافوها الناس كيقول لك بانها يعني بحال فحول ديال لانوك هي فحول هي حولي العيد منتقات من الفحول ديال لانوك ها هي من اجيال الامه ديال لانوك ديال لانوك تحيه للجنه الوطنيه اللي مربي الاغنام وتحيه تحيه لانوك بصفه عامه تما صراحه راه كيرجع لهم الفضل ماشي والله سبحانه هو الاول وتابع من الجمعيه الوطنيه اللي مربي الاغنام والمعسكر راه ترجع لها الفضل هذا هو اللي كاين والله يرسل سيدنا تحياتي لك الله ينصر سيدنا هذه الله يطول لنا في عمره يعني كنشوفوا ان المناطق ديال بني مسكين يعني تبارك الله فخوره بالرجالات ديالها فخوره بالناس اللي قايدين هذه المسيره ديال هذا السردي وهذه السلاله تبارك الله الجميله احنا نرجعوا للمهم هو حولي العيد هو ان المغاربه تبارك الله ملي كيشوفوا هذه الخيرات كيفرحوا لانه ناس مازال شاده رغم الصعوبات رغم ان عندكم مجموعه من الاكراهات الحمد لله دابا هي كما تنقولوا اخويا محمد السلاله
ديال هذه البنيه في الدم. اها هذه البنيه دابا هذا واخا تكون معاناه واخا تكون هذه راه غادي ديرها كما كان الحال كما كان سهله ولا صعيبه راه غديرها غديرها صافي مشات لينا مع الدم. ورغم المعاناه راه عام هوك وعام هوك وان شاء الله نطلبهم الله يتعود عام يعود عام. اها ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. خويا عبد الرزاق بالنسبه للسن اللي عندكم هنا متوفر في هذا القاطع هذا كاين سنان الحليب كاين سنان الحليب كاين سنان الحليب وسني وكاين شي حواله فحل كبار فحوله كبار تبارك الله ما شاء الله. واللي بغى من عندكم هنايا هذه الخيرات هذه بغى يفحل بها لا هذه معروضه هذه حوليد العيد حوليد العيد واللي بغى شي فحل ولا شي حاجه منها مرحبا انسان عادي مثلا كساب عادي بغى انت اللي داخل الله وبغى شي حاجه مرحبا مرحبا حولتين كاين عندكم فحوله تبارك الله. اذا هذه كما شفتوا معايا تبارك الله كاينين فحوله ديال لانوك اللي كيمشيو للعيد الفحوله ديال لانوك اللي كيمشيو لتحسين النسل هاكاك تحسين النسل. اذا باش عرفوا بانه كلشي كاين ضيعه موفره لجميع الفئات اللي بغات تجي هنايا تاخذ هذا يا اما ياخذوهم فحوله يا اما ياخذوا العيد فمرحبا بالجميع. اذا ضيعه تبارك الله ما شاء الله قاطع تبارك الله كله بحال بحال كله زين الصوف نقاء الجوده مضمونه راك حتى شتي وجيتي صورتي عندي في لانو اه يا جينا شتي الغنم فين تفرعى فين تسرح فين تخدموها راه تنضربوا عليها الشمار اخويا محمد باش توصل لهاد وباش نرضيو الناس الناس كليان ديالنا والناس كبابنا وباش نرضيهم عام على عام يسيبوا الجوده زايده. اها واش بغيت تقول الناس اللي كيقول لك بانه يعني تبارك الله كاين ثمن غالي هذا العام في العيد اش بغيت تقول لهم انتوما ككسابه اش بغيت تقول لهم؟ والله كلشي يعيد ان شاء الله الثمن زيد شويه على الهم اللي فات رغم وكما بالنسبه للناس اللي عندهم كليان ديالهم هذاكش زيد بزاف شويه وما تيجي ويزيدوا نتمنوا الله المساعده معنا نتمنوا المساعده من الجميع يعني تبارك الله عليك كسابه لا كسابه اخرى الا نتمنوا الله يتساعدوا مع الكليان ديالهم وحنا نتساعدوا مع الكليان ديالهم تبارك الله عليك اخويا عبد الرزاق تبارك الله ما شاء الله. راه تيقول لك عام عليك وعام عليا دابا الضيعات راه خاصهم يتساعدوا ضروري اها خاصهم حتى هما يعرفوا بانه يعني ملي كتكون حتى هو راه تيجي من عندك عام بخا وتيجي يتقدم من عندك وهذه وتيخسر معك حساب وتخسر معك حساب تمام يعني ما تحاسبش معاه والحمد لله كاع الناس اللي تيجيو راه تيعرفوا المعاناه وكاين اللي كاع ما تبارك الله عليك. اذا هذا كان فيديو افتتاحي تبارك الله غادي تبقاو معايا ان شاء الله غادي نشدوا لكم دي شونتيون اللي غادي يعجبوكم كونوا اكيدين تبارك الله بانه تبارك الله يعني خيرات كتواجد في ضيعه ديال الحاج ميلودي النازي مدرسه من المدارس الكبار في مجال السردي واللي قايدينها يعني تبارك الله الابناء ديالو اللي هما عباره عن جنود مجندين باش يوصلوا لكم هذا المنتوج باش يوصلوا هذا المنتوج اللي هو منتوج ديال المغاربه جميعا ماشي فقط ديال النازي انما النازي هو كيسهر عليه باش يوصلوا لا 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 ماشي ديالنا اخويا محمد ديال الشعب المغربي الشعب كاع الشيء راه ماشي راه انا راه تمشي كاع ثلاثه الحواله ديالي ولا شنو ديال نهار العيد اخويا عبد الرزاق يبقى عندك واحد من هذه الخيرات يبقى اكثر ان شاء الله شحال شحال كيبقى عندكم انتم في نهار العيد؟ على حساب الخوت والوالد ديالي نقولوا 10 نقولوا 10 لا لا مواصلينش ولكن شي الاخر راه كاع تيبقى فوالا انا نعطيك الفكره نقولوا غيبقاو مثلا 10 يعني كما كتشوفوا معايا هذا القاطع كامل يلا كيبقاو منه 10 في الضيعه حتى هما كيتعتبروا باروك ديال الضيعه كيعيدوا منهم كيفرحوا بهم العائله ديالهم الصغيره والكبيره. اذا هذه هي الرساله تحيه لعائله النازي تحيه للمغاربه داخل وخارج ارض الوطن نخليكم واحد الدقيقه مع هذه الخيرات هذه الدور وغنشدوا لكم ايشونتيو بار ايشونتيو تبارك الله ما شاء الله. فين هما؟ هذا اللي مرشوم من أيه تبارك الله ما شاء الله. اللي كيتباع سي عبد الرزاق كديروا ليه يدخل عند البيرو ترسموه ترسموه بالاحمر شو وحدين تباعوا دابا التليفون تما شي شويه اه ياه تبارك الله ما شاء الله. كاين ضغط في التليفون
كان طبيعي الحال اخويا. الناس كيصيفطوا لك الرسائل. كيصيفطوا الرسائل على اللي خاصو العيد، كاين اللي شويه خارج غير التليفون، كاين اللي باغي يجي خاصو يعرف المكان، تبغي ياكد المكان فين. كتصيفطوا لهم لوكاليزاسيون، كتصيفطوا لهم كلشي. تبارك الله عليك. اذا نخليوها تدخل، خليوها تدخل، خليوها تدخل، وان شاء الله غادي نشد لكم واحد بار ايشونتيو بار ايشونتيو باش تشوفوا واحد النبذه. غنشدوا الصغير، غنشدوا جميع الاحجام ان شاء الله باش نرضيوكم ورضيو المغاربه ديالنا كاملين. ضيعه الخير. انا كنوعدكم انكم تجيو تولعوا، اها تجيو تولعوا، تبارك الله ما شاء الله، تجيو تولعوا وتصحوا، وديك الساعه المشراره كيبقى هو اخر شيء. فاكيد كون اكيد انه المغاربه فاش غيشوفوا هاد الخيرات غيتمنوا انه يكون عندهم شي واحد داخل المنزل ديالهم ولا داخل الحي ديالهم، ويفتخر بهذا المنتوج المسكين الحر، هذا المنتوج المغربي المسكين اللي ضاربه عليه اليد المسكينه المسكينيه، ضاربه عليه واحد العمل جبار في ظل كل هاد الاكراهات اللي كاينه في القطاع. فكنبغيو نحييهم ونشدوا باليد ديالهم. اللهم بارك، اللهم بارك. فيديو رائع، نتمنى انكم تدعمونا بلايك وبارطاج وبالتعاليق الجميله. شوف التعاليق الجميله كتلعب دور، كتساعد انه الناس كتستمر، كتنشر الايجابيه داخل الكساب، والكساب كون اكيد انه هنا في الفيسبوك ولا في المواقع التواصل الاجتماعي كيهمهم داك الردود الايجابيه، كتزيد كيقراو الدراري تبارك الله، كيقراو التعاليق ديالكم وكيفرحوا ملي كيشوفوا المغاربه كيدعموهم باش يستمروا. رغلم صحيحه خويا محمد، رغلم مربعه 100%، مربعه 100%، رغلم مربعه راه ضربك اعشاب اخويا محمد. تبارك الله عليك، العشوب خلاها بالعربي. جيتي وصورتي عند الله وكلشي فين خدام. اييه تبارك الله. وغادي ناخذ لكم صوره ان شاء الله على داك الشيء اللي كيوفروا، الضيعه اللي كتوفر القطيع هذا. وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم. شي رساله للعياء ديال المغاربه داخل وخارج ارض الوطن. رسالة اخويا، اش غنقول لك اخويا محمد، مرحبا بالناس اللي داخلين الارض الوطن واللي خارج ارض الوطن، تما مرحبا بهم. ونتمنوا من الله كل شيء يقضي الغرض وكل شيء الله يسهل على الجهه، ونكونوا خفاف على القلوب ديالهم في هذا الفيديو. ضروري. تحياتي اخويا عبد الرزاق. اذا غنشدوا لكم دابا ايشونتيو باريشونتيو، وتحياتي لكم ودمتم بالسردي عاشقين.